فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أزمت لك. فدخل مهما تحت الكساء، فقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رقيب ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فبلى علي نحو الكساء، فقال السلام عليك يا رسول الله، أحتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أزنت لك. فدخل من تحت الكساء ثم أتت نحو الكساء، وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزأتي، قد أزنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اقتمنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي، لهم دمي ودهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حليب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وادو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم، انهم مني وانا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرس وتحقيهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكن سماواتي، إني ما خلقت سما ممنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومهد رسالتي، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، الألي الأعلى يقرك السلام ويخصك بتيتي والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء ممنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسي إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أزينا لي أن أدخل معكم، فهل تزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أزنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني في رسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه الجمع من شتينا مبهبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وهفت بملائكته واستغفروا إلى أن يتفرقوا. فقال أيون عليه السلام: إذا ولي فزنا وفاز شيئتنا برد بالكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفعني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محفل الأهل الأرض، وفيه جمع من شهدينا ومحبينا، وفيهم محمون إلا وفرج الله هما، ولا مهمون إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة إلا وقضى حاجته. فقال أيون عليه السلام: إذا ولي فوزنا وسهدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسهدوا في الدنيا والآخرة ورد بالكعبة.